أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، وبعد. أيها الحضور الكريم، إنها لمناسبة عظيمة نجتمع فيها، وهي تطل بنا على يوم ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، مولد الرحمة، مولد الهداية، مولد النور، مولد الخير كله صلى الله عليه وسلم. مثل هذه المجالس لها مزية عظيمة عند الله عز وجل، تتلى فيها آيات الله سبحانه، ثم تتلى فيها بعض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة، ويتناول فيها المسلمون فيما بينهم أطراف الحديث، ويتذكرون الماضي الجميل إلى غير ذلك. أجر كبير يناله صاحب الجمع، من جمع هذه الوجوه على مائدة ذكر الله عز وجل. والمناسبة كما يقول العلماء شرط، والمناسبة تدعونا جميعا للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من جميل الصدف أن تكون هذه الجلسة في شهر ميلاد نبينا صلى الله عليه وسلم، ذلكم النبي الذي بعثه الله سبحانه وتعالى في جزيرة العرب أمياً في جاهلية جهلاء، تعبد الأحجار، تعبد الشجر، تعبد كل الموجودات. فجاء هذا النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. هذا النبي اللي فات الزمن ديالنا ولينا بزاف كنسمعوا أنه أوذي، شتم، سب في الدولة الفلانية، رسم في الجريدة الفلانية، وكل هذه متاهات في الحقيقة، متاهات للأمة لتتبع هؤلاء الذين يرسمون والذين يسيئون. ونحن لنا أولويات في أمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لنا أولويات في الاقتداء بسنته، في التعرف عليه حق المعرفة، لنا أولويات في بناء مشاريع في أمته. فعوض الرد السريع علينا ببناء المشاريع في سيرة هذا النبي الكريم الرحيم. أما الدفاع عنه فالله تولى الدفاع عنه سبحانه وتعالى، نبي تولى الله عنه دفاعه، وخيب أقواما رموه بوصمته صلى الله عليه وسلم. قالوا ساحر، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، فيقول الدفاع قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. في التخطيط لغزوة بدر الكبرى يقول الله عز وجل، أم أبرموا أمرا
فيكون الدفاع يقول: فإنا مبرمون والله يعصمك من الناس، إنا كفيناك المستهزئين. ربما ننجر في بعض الأحيان كأبناء أمة هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم لنتتبع هؤلاء الذين تسول لهم أنفسهم أن ينالوا من عرض نبينا صلى الله عليه وسلم. المطلوب منا كأبناء هذه الأمة أننا نحيو السنة ديالو صلى الله عليه وسلم في بيوتنا، مع أولادنا، في مع جيراننا، مع أسرنا، مع من يتعامل معنا، مع زبنائنا إن كنا تجارا أو غير ذلك، مع متعلمينا إن كنا معلمين، إلى غير ذلك. في كل الوظائف وفي كل مناحي الحياة هناك سنته، هناك سيرته حية تنطق. ما علينا إلا نقلب عليها ونبحث عليها باش نطبقها في الحياة ديالنا صلى الله عليه وسلم. وحتى لا أطيل الكلام أقف مع حديث من أحاديث هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، صاحب الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كثيرة من أن تحصى، إلا أن نحاول اليوم إن شاء الله تعالى نخرج بعبرة من واحد الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، كما في أبي داود والترمذي رحمهم الله ورضي عن أبي هريرة راوي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعلمهن فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذ بيدي فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وصايا عظيمة. هذا هو النبي اللي كان احتفلوا بالميلاد ديالو صلى الله عليه وسلم، كيبين لنا كأفراد الأمة ديالو أن الخير اللي كان نالوه من بعضنا أكثر مما ننال من العمل اللي كان عملوا لأنفسنا. أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى تمعنا فيها وتمحصنا فيها غنلقوا الخير كان نالوه من غيرنا، ماشي من الصلاة فقط ومن الصيام ولا من الحج ولا هذه أركان لا نقاش لا جدال فيها، وإنما الخيرية اللي احنا كنتم خير أمة أخرجت للناس، الخيرية في غيرنا، أن نعمل الخير في غيرنا. نعم، خيركم لأهله في الحديث، وأخيركم أنفعكم للناس. هنا كيقول النبي صلى الله عليه وسلم الأبو هريرة بعد شوف التواضع من المعلم الأكبر صلى الله عليه وسلم، كيتواضع وكيشد في يد التلميذ المتعلم اللي هو عبد الرحمن أبو هريرة رضي الله عنه، وكيعد ليه بصباعه الأولى كيقول ليه: اتق المحارم تكن أعباد الناس. يعني العبادة ما هيش كما قلت هي صلاة فقط ولا صيام فقط ولا حج فقط، اتق المحارم معناه قف عند حدود الله، إذا أمرك أتمر وإذا نهاك انزجر، هذا هي اتق المحارم، قمة العبودية. أن تصل إلى القمة في عبادة الله هي أن تقف عند حدود الله، أن تنتهي عندما ينهاك، وأن تأتمر عندما يأمرك، هذه هي قمة العبودية. كيبين النبي صلى الله عليه وسلم الأبو هريرة وكذلك اللي جاء من بعد أبو هريرة حتى اللي نحن وحتى اللي غيجي من بعدنا إن شاء الله تعالى.
اتق المحارم تكون أبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. شوف الوصية غالية من النبي صلى الله عليه وسلم، ارضى بما قسم الله لك في المال، في الصحة، في الأبناء، في العلم، في المعرفة، في كل شيء، ارضى بما كتب الله لك. كما قال في الحديث الثاني انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعم الله عليكم. فهو حقير أنكم ما تزدروش نعم الله عليكم. نعم الله علينا كثيرة، وإن تعدوا نعمة، ما قالش نعمة وغير وحدة، وإن تعدوا النعمة التي في النعمة الواحدة لا تحصوها. نعم، قال ورد بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، لأن الغنى في الحقيقة غنى النفس، الغنى عن المال لا به كما قيل. نعم، ورد بما، وإلا شتي هذا الحديث، هذا الجملة، هذه الوصية هذه، والله كون وقفنا عندها لبقى الحسد، لبقت البغضاء، لبقى الخوف من الرزق، ولبقى الخوف من المستقبل. أغادي تطمئن إلى قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. إذن ارضى بما قسم الله لك في كل شيء تكون أغنى الناس، وإلا والله أنت أفقر الناس ولو ملكت الدنيا بأسرها، بما أنك تخاف على رزقك فأنت فقير أصلا، مع أننا الأصل كلنا فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ثم الوصية الثالثة كيقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا. احنا كنعرفوا أركان الإيمان ستة، ولكن هنا قال له أحسن إلى جارك تكون مؤمنا، يعني اللي ما كيحسنش الجيران ديالو، ما كيحبش الخير للجيران ديالو، وما كيبعد الشر على الجيران ديالو، أراه إيمانه ناقص، إيمانه ناقص. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا، تكون كامل الإيمان. وأيا كان هذا الجار، يكون مسلم، يكون يهودي، يكون نصراني، أنت مطالب بالإحسان. وبهذا الإسلام ارتقى إلى القمم العالية بالإحسان في كل شيء، كما في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إلى آخر الحديث. الإحسان في كل شيء، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم قال وأحب للناس ما تحب لنفسك، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما. كذلك احنا أركان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كيقول لك، كيقول لك وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما، يعني ما حدك كتحافظ في نظرك على أركان الإسلام، ولكن ما كتحبش الخير للناس، إسلامك ناقص. إلا رجعنا ورقاتنا هنا شنو كاين؟ نرجع ورقاتنا، كل واحد فينا يسكي كيدير، مشكل. واش كنحبوا للناس اللي كنحبوا لنفوسنا؟ لا، وما نكذبوش. إلا قلنا اه نكذبوا، وهلا بد ما تلقى واحد شوية، وهلا بد ما تلقى، حتى إلا كان كاع شي واحد فينا زعما راه كان الكمال لله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كيقول لك أحب للناس ما تحب لنفسك، وراه ما قالش أحب للمسلمين، ما قالش أحب للمؤمنين، أحب للناس كل شيء، حب الخير لكل شيء. واش اللي يحب الخير لكل شيء يدعي على شي واحد؟ واش اللي يحب الخير لكل شيء يتمنى الدمار شي واحد؟ كيتمنى ليه الهداية، كيتمنى ليه التوفيق؟ هاد النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم تأدى وتضرب سالت من وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، تكسرت الرباعية ديالو، وتشج وجهه، وتدموا العقبين ديالو في الطائف. ومني كيقول ليه، يقول ليه الصحابة دي عليهم في أحد، كيقول الله إنني لم أبعث لعانا، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. كنش رحمة أعظم من هذه؟
والله لا توجد رحمة أعظم من الرحمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما. بتتكون مسلم بمعنى الكلمة مسلم حقيقي حب للناس الخير. حب للناس الخير، بغي للناس الخير في كل شيء. كن خدام في مصلحة أمتك. شتي شي واحد زايغ ماشي على الطريق ماشي على الجادة نصحو بالتي هي إحسان. حتى شتي الآية اللي تقرأت الآن راه نازلة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقتل حمزة وتمثل بالجثة ديالو وتجبدت الكبدة ديالو وتكلات عم النبي صلى الله عليه وسلم أسد الله حمزة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم وراه بشر، إلا أنه ليس كباقي البشر، بقى في عمو بزاف. قال لن تمكن منهم لأمزقنهم شر ممزق. هادو بالضبط اللي داروا العميكا. الشرع واضح حتى قبل الإسلام، القصص هذه بتلك البادية أظلم. ولكن الله سبحانه وتعالى شنو قال له؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. شوف التشريع ديال هذا الرحمة هذا صلى الله عليه وسلم، تمثل بعمه يتمثل بعمك انت علم الله شنو غدير. اما هذا عمه اعز الناس لي حمزة تمثل بالجثة ديالو وبيع عاقب بمثل ما سميتو بداك الشيء اللي داروا ليه. ولكن قال له الله سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به كأمة ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. أما أنت يا محمد يا رسول الله اصبر واصبر، تمثل بعمك تقتل عمك تأديتي تضربتي اصبر، وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا محسنون حتى في الانتقام محسنون حتى وهم مظلومون. ألا يوجد أرقى من هذا الدين؟ أيوجد أرقى من هذه التعاليم؟ لا، أعلى تعاليم هي التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل الوصية ديال النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذا الحديث هنا كاين شي وحدين طلقوا أقلامهم عليه، اللي كيقلبوا على الهفوات والعثرات كالذباب لا يقع إلا على الجراح. نعم كيقلبوا على فين يلقوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قالك علاش؟ قال ما تضحكش. لا يا أخي، ديننا لا يقول أن أضراس الإنسان عورة ولا أن أسنانه عورة، لا، ابتسم اضحك. ولكن قال ولا تكثر، هو ولا تكثر الضحك، أنك تردو هواية أفين ما قعدتين تضحك، ولو تكذب على النبي باش يضحكوا الناس، ولو تخرج على الجادة باش يضحكوا الناس. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا. عندنا أدلة كثيرة في سيرته صلى الله عليه وسلم جمعها سعيد حوا في كتابه الرسول صلى الله عليه وسلم. مزاح النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولكن لا يقول إلا حقا، لا ما كيخرجش على الطريق، كيقول الواقع، يضحكك بالواقع. احنا راه ممكن نضحكوا بواقعنا، واقعنا مضحك، خص غير كيفاش نصوبوه في قالب يضحك وما نخرجوش به عن الجادة. قال لك إلا كثرتي الضحك غادي يموت لك قلبك. علاش؟ لان غادي تنسى كل شيء، غير تبغى غير الضحك غير الضحك غير الضحك. مشيتي اللهم كما كنقولوا حنا بالدارجه، اش كنقولوا؟ شويه هكا وشويه هكا، ساعه ساعه، وفعلا خصها تكون ساعه ساعه. نعم نضحكوا، نعم في حدود. المزاح استدراج كما قيل، المزاح اختراع، استدراج من الشيطان واختراع من الهوى. المزاح لا يؤدي الا الى الشر. وعندنا كما كنقول ديما عندنا نماذج حيه، كنعرفوا اصدقاء كانوا كالاخوه ما كيتفرقوش. شكون اللي فرق بيناتهم؟ كثره المزاح، كثره الضحك،
أنه يقدر يقول له كلمة اللي تأذيه ما يبقاش يقدر يسامحه فيها إلى غير ذلك. إذن هذه وصية غالية من وصايا هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، نعاودها باش لصنا نبقاو عاقلين على شي شوية منها ونطبقوها في حياتنا. كيقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله. فقال قال فأخذ صلى الله عليه وسلم بيدي فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. باسم صاحب البيت أقول لكم مرة أخرى مرحبا، ولنا عودة كذلك مع الإخوان ديال الطلبة، مع أنني استشرت البعض ولم أستشير الكل، وليس من عادة الفضول، ولكنني كلفت وظن بي إخوتي ظنا عظيما فدعوني فلم أملك إلا أن أجيب، ما على الرسول إلا البلغ. كما قلت مرحبا بكم، باقي معنا الإخوة ديالنا اللي غادي يعطونا أمداح في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وتلاوة آيات من بينات من ذكر الحكيم إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك توجه الله سبحانه وتعالى بدعاء خالص أن يجازي الجميع عنا خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أستسمحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. الله.